تقول السائلة: أخذت من شعر حاجبها قبل الانتهاء من العدة عن زوجها، فماذا عليها؟ نعم، تقول أخذت من شعر حاجبها قبل الانتهاء من العدة عن زوجها، فماذا عليها؟ الأخذ من الحاجب لا يجوز، لا للمعتدة ولا لغيرها، حرام، هذا هو النمص. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ما هم من أجل العدة، من أجل أنه حرام دائما وأبدا على المعتدة.